خلال هذا الفيديو بدنا نتعرف سوا كيف ننشئ داتا فريم سوا من الأساس، يعني بدون ما يكون في عندنا داتا سيت أصلاً إحنا نستدعيها ونعرضها في داتا فريم. أول شيء بدي أعرف الداتا كمتغير وأحط فيه أو أعرفهم كديكشنري، فينا نقول يعني زي كده. ديكشنري هذا بدي ياخد الكولومز الأول والكولومز الثاني، كل كولوم شو القيم اللي فيه. بالتالي أول شيء بدي أعطيه اسم الكولوم اللي هو city، والcity هاي بدي يكون فيها القيم التالية وبدي أحطها في لستة، مثلا سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس، مثلا نيويورك سيتي. تمام. والمتغير الثاني أو الكولومز الثاني بدي يكون البوبوليشن. البوبوليشن هبدي أخذ لستة جديدة، واللستة هاي مثلا بدي أخلي البوبوليشن، ما بعرف البوبوليشن بالضبط كيف، بس خلينا نقول مثلا 680,000 مثلا. خلينا نشغل هذه السيل. لاحظوا ان الداتا صارت جاهزه. بدي اخذ انا هلا الداتا هاي اللي انا انشاتها واعرضها في داتا فريم، فبدي اقول له مثلا سيتي فريم مثلا، انه هي هذه الداتا سيت اللي بدي احفظها فيها، وداتا فريم اوريدي لازم يكون تم استدعاء داتا فريم من خلال الباندز. اسم الداتا او سوري اسم الداتا اللي انا جهزتها، تمام، اللي انا عملت اوريدي كرييشن. وهلا بدي استعرض السيتي فريم، ولاحظ انه عرضت عندي من خلال داتا فريم بسيط بيحتوي فيه على الكولوم سيتي الكولوم بوب، وعرض فيه القيم مع الاندكس اوريدي دخلها لوحده. بهاي الطريقه احنا انشانا داتا فريم مثل تماما ما انشانا سيريز من قبل، مثل ما انشانا اري، مثل ما انشانا ماتريكس. هذا بالنسبه للداتا فريم كيف المنطق تبعها او كيف بينظر لها او بتنظر لها بايثون خلال الكودينج. بالتالي عباره عن كل كولومز هو عباره عن ديكشنري مع الليسته تبعه، الليسته تبعه المدخلات اللي فيها او القيم اللي داخله فيه. هذا كرييشن اوريدي مانوال كرييشن للداتا فريم. طبعا غالبا ما نحن نلجأ لهي الخطوه لانه احنا اوريدي بنحصل على داتا سيت جاهزه، بس انه هذا مشان نفهم الداتا فريم من جوا كيف هو موجود، اللي هي فكره انه يكون في عندنا ديكشنري بيحتوي على الكي اللي مثلا الكولومز، والفاليوز هي القيم اللي داخله للكولومز. هذا بالنسبه للداتا فريم. في الفيديو الجاي راح نبلش نتعرف على اشياء جديده داخل باندز، فخليكم متابعين.